عايز اعرف اخر كلام كان بيقوله لحضرتك ايه يعني قبل الوفاة، اخر حاجات كان بيقولها لك ونقدر نقول يعني زي وصيته ليكي او كلامه معاكي. هو عزت كان اوبن جدا، ما كانش ما فيش وصيات غير ان احبوا بعض يعني وخدوا بالكم من بعض لكن ما كانش عنده، لكن في اشاعه كانت طلعت اشاعه بايخه جدا ضايقته قوي قوي قوي، انه هو طلب انه يحرق اعماله. طبعا سمعنا الموضوع ده فعلا. طبعا ده كلام فارغ، عزت كان بيتباهى باعماله وبيحب اعماله، ما اعرفش مين طلع الاشاعه وايه يعني ليه، علشان ايه اللي يكسب انه يقول عزت ابو عوف ما هواش حاجه لا يخجل منها، وحاجه ده الفنان ده ربنا مديله حاجه زياده وهو من صغره بيحب الفن، من ده ساب من الطب من علشان خاطر الفن. بالظبط بالظبط. هو يعني دخل الطب علشان ابويا، يعني عندا في ابويا عشان ما يقولوش، كان يقول لي مزيكاتي يقول انا مش مزيكاتي دكتور، فاهمه يعني. دي اللي كانت مضايقاه، ضايقته جدا جدا، وده اللي قال لنا انزلوا قولوا لا ده مش حقيقي، مش حقيقي وده ما حصلش طب يعني. بمناسبة الشائعات الله يرحمه كان بيستقبل ازاي الشائعات؟ انا الحقيقة بشوف شائعات سخيفة جدا لما حد يكون مريض وتقعد كل شوية تطلع شائعات وفاته، كنتوا بتتعاملوا ازاي مع النوع ده من الشائعات يا استاذة؟ طبعا في القبلة كنت اول يوم اللي هو لما كان عامل عملية القلب، بصينا لقينا نص القنوات بتكلمني عايزين يتأكدوا اذا كان الخبر الوفاة ده، قلت لهم لا انا في المستشفى وبتكلم وعايزات قدامي وزي الفل ومفيش اي حاجة، واي وقت عايزينه يتكلم هنخليه يتكلم وهيطلع على البتاع. هو طبعا احنا كنا بنتضايق جدا وهو كان بيتضايق يعني ليه يعني بجد انا بقول للناس اللي بتطلع الاشاعات دي بتكسبوا ايه من ورا كده؟ وحرام لما بيبقى حد بالظبط مريض كمان. بالظبط.